اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم واخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. وبما ان حلقتنا في نص التاني سكواش كان لازم يكون في خبر معانا لناشئي الاسكواش، الاكاديميه الاسكواش اللي حقيقه بتطلع ابطال باستمرار سواء للنادي الاهلي او لمصر. طبعا رحنا احنا سجلنا طبعا مع الكابتن عباس قعود المستشار الفني لاكاديميات الاسكواش بالنادي الاهلي، وسالناه عن مستقبل الاسكواش ووعد الحقيقه ان الفتره الجايه الاكاديميه هيبقى ليها دور كبير، او اكاديميات الاسكواش في النادي الاهلي هيبقى ليها دور كبير انها تخرج ابطال كتير زي مصطفى عسل وغيره وغيره اللي طلعوا من النادي الاهلي. وكاميرا الابطال راحت قبل الكابتن عباس قعود واتكلمنا معاه وشفنا رايه وفكره ايه الفتره الجايه، وسجلنا معاه التقرير. خلينا نشوف التقرير وارجع لحضراتكم تاني. السكواش دي عشان الناس تتعلم تلعب سكواش بتحتاج على الاقل 5 سنين قبل ما تحكم ان واحد ينفع في السكواش او ما ينفعش. فالحقيقه ان اولياء الامور مستعجلين جدا، الواحد بيدخل ابنه في الاكاديميه عايز يبقى بطل بعد شهر. السكواش دي لعبه صعب مش سهل، وعشان يتعلم فيها وتقدر تحكم عليه لما كويس ممكن ولد او بنت ومثلا مستواهم وحش السنه دي، السنه جابوا كويسين جدا، والعكس صحيح ممكن ولد يبقى كويس جدا جدا وبعد كده يختار لعبه ثانيه، ممكن ولد يبقى مستواه ضعيف السنه دي والسنه الجايه يبقى مستواه هايل. واكاديميه نادي الاهلي دي من 25 سنه كنا عاملينها وخرجت 5 ابطال عالميين للناشئين، معظم نجوم اللعبه في انديه الجزيره والشمس ووادي دجله وهليوبلس من مدرسه النادي الاهلي هم اعضاء. فالاكاديميه دي الهدف منها انها بتخدم اولاد اعضاء النادي، وعشان لما يبقوا كويسين يتمسكوا بحبهم للنادي ويلعبوا للنادي بدون اي مقابل. اكاديميه كويسه كان فيها 90 واحد، احنا زودناهم خليناهم 120 واحد، وان شاء الله قبل للزياده غالبا هيكون في الصيف طبعا بيبقى اجازات المدارس وتبقى اكبر من كده، والحمد لله عندنا مجمع كويس يستوعب كل النشاط الاكاديميه. واحنا بندور على النادي الاهلي هيعلن قريب جدا ان شاء الله على اكاديميات اخرى بره النادي تابعه للنادي الاهلي، والهدف منها تخدم نختار منها لعيبه للنادي وتخدم اعضاء النادي اللي هم سكنهم بعيد عن النادي، ونديهم الفرصه ان يلعبوا سكواش في اماكن قريبه لسكنهم. الاكاديميه دي يوم الجمعه والسبت ويوم الاثنين، عشان دي برغبة أولياء الأمور لأن الجمعة والسبت أجازة من المدارس، ويوم الاثنين بعد الظهر عشان يبقى في مدرسة. بيتمرنوا كل لعيب من الصغيرين دول بيتمرن لمدة ساعة، نص ساعة سكواش ونص ساعة فتنس، وإحنا بنوجههم على كل اللي إحنا شايفينه ومعتقدينه. بص النادي الأهلي طول عمره ليه الرياضة في السكواش، يعني إحنا السكواش ابتدى في النادي الأهلي بعد نادي الجزيرة وبعدين راح مصر كلها. راح اليوبلس وراح الشمس وراح كل الأندية. واحنا لينا الرياضه وابطال العالم معظمهم من مصر.